أول شيء يعني اليوم البحرين فرحة كبيرة، وفرحنا كثير بتهنئة جلالة الملك في اتصال وبلغني أبلغ لاعبين وجمهور المحرك كله اليوم وتهنئته بالفوز. واليوم الحمد لله الحمد لله من فضل الله كل الجهود، ناس كثيرة اللي تعبت في هالبطولة. طبعا البحرين كلها وقفت مع المحرك وقادهم سمو الشيخ خالد، وشفنا كثير من الصعاب تسهلت. الجمهور اليوم المحرك من زمان ما شفناه بهالعدد الكبير والحضور الكبير، ولكن على مدى تاريخي يعني اللي قعدته في المحرك ما حسيت ان البحرين كلها تساند فريق كثر اليوم. والحمد لله الله وفق وخذنا البطولة، وإن شاء الله تنكتب في تاريخ البحرين ونادي المحرق. والجهود طبعا الله كللها بهالفوز هذه كلها، وإن شاء الله دائما لكل مجتهد النصيب.